وفي أجواء هذه التظاهرة الجميلة والرائعة، تظاهرة فنية من الدرجة الأولى، ألتقي الآن بنهى الجريد، وهي شابة سعودية تعشق الفن وتحب الفن كثير. يعني اليوم قاعد أشوف تجريد عندك يا نهى، إيش قاعدة تركزين عليه؟ احكي لي قصة فنك قبل ما أدخل معك في قصتك. أول شيء شكرا أنك عرفت أن اسم الفن هذا تجريد. معك نهى بن جريد، فنانة تشكيلية، شارك اليوم بمعرض فنون الخاص بمنصة مطلوب. شارك بلوحتين خاصة بسلسلة الملك عبد العزيز الله يرحمه. فكرة السلسلة هذه تشرح قصص الملك عبد العزيز النادرة اللي فيها من الشجاعة والقوة والحزم لجيلنا الحالي. يعني أبغى أنقل الصفات القيادية اللي كانت في الملك عبد العزيز موجودة وإلى يومنا نشوفها قادة الجيل هذا. احنا اليوم في منصة مطلوب، منصة هذه المنصة اللي وفرت مثل هذا المعرض هنا في قلب البوليفارد. إذا ما تحدثنا عن القرار اللي سمعنا عنه قبل فترة، الجهات الحكومية تستعين بالفنانين أو الرسمات الفنية اللي رسمينها سعوديين، سؤال، أنت استفدتي من هذا القرار؟ أنا شخصاً استفدت من ناحيتين. أولاً بعت لوحتي لأحد الجهات الحكومية. الشيء الثاني، أنا أعمل في جهة الآن تعمل على مشروع توطين الأعمال الفنية في مبناها الجديد. مبسوطين باللي قاعد تصير؟ جداً صراحة، في تكريس للمواهب وتمكين واستثمار اللي قاعد يصير في منصة مطلوب أتوقع ما قد صار في العالم. أسماء قراطي أحد الشابات المبدعات الملهمات في هذا المعرض، حيث تعمل أسماء على إعادة تدوير النحاس ومواد القصدير بإعادة تشكيلها بأدوات الحفر. مثل ما تشوفون هذه إنتاجات أسماء رغم الإعادة. اسمع، يعطيك العافيه، انا قاعد اشوف ما شاء الله على الطاوله نحاس وقصدير، ايش اللي قاعد تسوينه بالضبط انت؟ عندك هنا الرسم بالضغط على المعدن، انا اسوي رسوماتي على صحون القصدير، يعتبر كاعاده تدوير، يعني بدل ما نرمي الصحون نستفاد منها نسوي منها لوحات بالاشكال هذه. تماشي مع رؤيه المملكه 2030، نكون اصدقاء للبيئه ونعيد تدوير الصحون والمخلفات. أسماء، خلينا أقول يعني أنت الصحون القصدير مثل ما نشوف على الطاولة والنحاسات تأخذينها من البيئة وتعيدين تدويرها بالأشكال هذه، طيب من اللي علمك؟ من اللي ألهمك؟ من اللي ساعدك ودربك على هذا الشيء؟ علمني الفن هذا أستاذي محمد جوني، أخصائي في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية. علمني الفن هذا من الصفر لحد كم صار لك؟ تقريبا 5 سنوات 6 سنوات. علمني الفن هذا من الصفر لحد الاحتراف، يعني أشكره على جهوده على تعبه على صبره على كل شيء سواه معي.